السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. كتاب المفيد في اللغة العربية مستوى الثالث ابتدائي، صفحة 203. ألاحظوا وأكتشفوا، أقرأوا وألاحظوا ما كتب بالأخضر والأحمر. إذن غادي نلاحظوا هذا الجدول هذا وهذه الجمل، وغادي نلاحظوا اللي تكتب بالأحمر واللي تكتب بالأخضر. قال سعدان: الجو جميل والطائرة خفيفة. إذا كلمات المفرد هي الجو، الطائرة، الجمع ديالهم الأجواء، الطائرات. إلى لاحظتوا كانت هنا التاء مربوطة، هنا ولات مبسوطة لأنه جمع المؤنث السالم. أستفيد: الاسم المفرد يدل على واحد، الاسم الجمع يدل على أكثر من اثنين. إذا واحد راه مفرد وأكثر من جوج راه جمع. مثلا واحد، واحدات أو وحدات. شوف دوزو التطبيق باش يبان لكم أكثر، شوفوا هذا الموضوع أكثر. أدرج في الجدول: محرك، صحف، فضاء، طبيبات، سماء، مدن. إذا محرك مفرد، واش محرك واحد ولا بزاف؟ إذا المحرك غير واحد، إذا مفرد. صحف يعني جمع صحيفة، إذا هي صحف أو صحيفات، إذا صحف راه جمع. فضاء، طبيبات، سماء، مدن. آتي بمفرد، آتي بمفرد الكلمات الآتية: أغصان، إذا غصن، غابات، غابات، حيوانات، حيوان، غابات، غصن، شجرة. أجمع المفردات الآتية: شجرة، شجرات، قرد، قردة، سحابة، سحب. قردة، شجرات، انتظر، ألاحظ وأكتشف، ألاحظ وأكتشف، أقرأ وألاحظ. آخر الفعل المضارع بعد لم أو لا: يسافر سعدان، لم يسافر سعدان، تسرع في السير، لا تسرع في السير. إذا انتظر التمرين: أدخل لم أو لا على الجملتين وأشكل آخر الفعل المضارع. لم يذهب علي وحده، لا يذهب علي وحده، إذن لم يذهب علي وحده، إذن لم يذهب، لا تسر على الخضير. تقترب من النار، لا تقترب. لم تصحب خديجة زميلاتها. إذن احنا على نهاية تمارين الصفحة
شيء من ثلاثة. الكتاب المفيد، الكتاب المفيد في اللغة العربية مستوى الثالث ابتدائي. إذا هذه هي الأجوبة اللي اشتغلنا عليها. كان عندنا درس ديال المفرد والجمع، شفنا المفرد والمثنى، دابا لينا نشوفوا المفرد والجمع، جمع المذكر وجمع المؤنث. إذا هذا هو الدرس. الجو، الأجواء، طائرة، طائرات، كلمات مفرد، محرك، فضاء، سماء، جمع، صحف، طبيبات، مدن. من بعد عطاونا واحد الجمل، قال لك حولهم الجمع المفرد. أغصان ولاش غصن، غابات ولاش غابات، حيوانات ولاش حيوان، شجرة ولات شجرات، قردا ولات قردة، سحابة ولات سحب. من بعد لو كيعطيونا لم ولا نديرهم في الجمل. لم يذهب علي وحده، لا تسير على الخطير، لا تقترب من النار، لم تصحب خديجة زميلاتها. إذا بهذا العدد هذا غادي نكون انتهينا من تمارين صفحة 100، عفوا 203، الكتاب المفيد في اللغة العربية مستوى الثالث ابتدائي. لم يبقى إلا توديعكم، ونقول لكم إلى اللقاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله ودرس جديد.